عكر انخرط. بونسوار. المنخفض الجوي الموجود فوق ايطاليا مكفى تاثيره على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وعم بيكون تاثيره مباشر على لبنان. التفاصيل كلها بنشوفها بعد شوي. هلا بننتقل على دول عربيه ومنبلش جولتنا بتونس 17 درجه، رباط 23، الجزائر 17 درجه، بغداد 20، دمشق 12، القدس 18، عمان 11 درجه، وبنختم مع الكويت 24، الدوحه 28، اما الرياض كمان عم بتسجل 28 درجه. هلا بننتقل على لبنان. بكره جمعه طقسنا مكفى غائم وممطر بغزاره، عنا عواصف رعديه ورياح نشطه توصل لل 85 كيلومتر بالساعه، لتوصل حراره اقصاها على الساحل لل 19 درجه ادناها 6 درجات، بالنسبه للجبل 21، اما بالداخل بتسجل اقصاها 14 درجه. هلا بنروح على الخريطه اللبنانيه ومنبلش جولتنا. بعكار 16 درجه، طرابلس 18، الارز 5 درجات، الكوره 17 درجه، الهرمل 15، القاع 17، بعلبك 6 درجات، رياق 9 درجات. منكفي بالمناطق اللبنانية على جبال 15، ميروبة 7، جونيا وبعبدا 19 درجة، بيروت كمان عم بتسجل 19 درجة. منكفي بالمناطق اللبنانية على زحلة 14، شتورة 16، عنجر 17، مشغرة 19 درجة، جزيل 18، رشيا 15، مرجعيون 19 درجة، بنت جبال 18، وبنختم مع صيدا، صور وقانا 19 درجة. مثل ما ذكرت بكرة الجمعة عم بيكون عنا أمطار وعواصف رعدية لتوصل أقصاها ل 19 درجة أدناها 13، وبتخف غزارة الأمطار بفترة الليل. بالنسبة لنهار السبت 19 درجة، وبترتفع نهار الأحد لتوصل لل 20 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم توصل أقصاها للخمس درجات، بالنسبة لتساقط الثلوج مكفى على علو 1500 متر. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.